بيتك إله وعلت واقدم بمديلك صغدت ملكش مايون حاسولي خلدا احتيت له ملكش مايون حاسولا خلدا طينام له المجد للأب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا كلمة الله المتجسد املأنا تسابيح نقية ومدائح بارة ومزامير ملائكية، وأهلنا أن نحتفل في ذكرى وجودك في الهيكل بالنقاوة والقداسة وفي يوم السلام العالمي، ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. ريشوني لنرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الأزلي الذي أرسل وحيده لخلاصنا، وإلى الإبن الذي أوضح اليوم تعاليمه للكتبة والمعلمين، وإلى الروح المحيي الناطق بالأنبياء والرسل برخمور أبور ريشوني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. تباركت يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، يا من شئت أن تصعد إلى الهيكل مع أمك ويوسف لتكمل شريعة الفصح التي سبقت فوضعت على يد أنبيائك. نذكر اليوم وجودك في الهيكل بين العلماء لأنك علمتنا أن نكون فيما هو لله أولاً وآخراً، وأن حياتنا لا معنى لها إلا في ربنا وإلهنا. نسألك الآن على عطر البخور أن تنير عقولنا فندرك أن محبتك لنا هي أساس كل وصاياك المقدسة. قوِّ إرادتنا فلا تعمل إلا لك، نوِّر عقولنا فلا تفكر إلا بك، واملأ قلوبنا فرحاً حقيقياً يقوم على إرضائك وتتميم مشيئتك، ولتكن غايتنا العمل بما هو لك ولأبيك وروحك القدوس برخمور أبور ريشريشوني. لك المجد والشكر إلى الأبد. آمين. صلى لله الفادي كم نجاه في العالم.
المجد لك يا إلها قدوسا دخل الهيكل إنسانا يتم الشريعة. اقبل عطورنا وصلواتنا وقدس بها نفوسنا وأجسادنا واجعلنا هياكل طاهرة لسكناك. بارخ مور أبون ريش ريشوني. فنمجدك مع أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. قديشات آلوه قديشات حائل طولو قديشات لومو يخطو جيحونتي من بداوي إدراح عملي قديشات آلوه قديشات حائل تونو قديشات لو ميوتو شيخون تيل من الدوي إدراح عملي قديشات ألوه قديشات حائل القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. آمين. كون الله من الرسالة إلى العبرانيين. وبارك يا رئيس الكهنة. المجد للسيد بولس الرسول ولتكن براحم الله على السامعين القارئ والسامعين على هذا الكرسي وهذه الجماعة إلى الأبد. يا إخوتي، لو كان الكمال قد تحقق بالكهنوت اللاوي وهو أساس الشريعة التي أعطيت للشعب، فأي حاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ فمتى تغير الكهنوت لا بد من تغيير الشريعة أيضاً، فالذي يقال هذا في شأنه أي المسيح جاء من سبط آخر لم يلازم أحد منه خدمة المذبح. ومن الواضح أن ربنا أشرق من يهوذا من سبط لم يصفه موسى بشيء من الكهنوت،
ويزيد الأمر وضوحاً أن الكاهن الآخر الذي يقوم على مثال ملكيصادق لم يقم وفق شريعة وصية بشرية، بل وفق قوة حياة لا تزول. ويشهد له: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكيصادق. وهكذا يتم إبطال وصية الكهنوت السابقة بسبب ضعفها وعدم نفعها، لأن الشريعة لم تبلغ شيئاً إلى الكمال. ويتم أيضاً إدخال رجاء أفضل به نقترب من الله، والتسبيح لله دائماً. المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: كان أبوا يسوع يذهبان كل سنة في عيد الفصح إلى أورشليم. ولما بلغ يسوع 12 سنة صعدوا معا كما هي العادة في العيد. وبعد انقضاء أيام العيد عادا الأبوان، وبقي الصبي يسوع في أورشليم وهما لا يدريان. وإذ كانا يظنان أنه في القافلة سارا مثيرة يوم، ثم أخذا يفتشان عنه بين الأقارب والمعارف ولم يجداه، فعادا إلى أورشليم يفتشان عنه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالساً بين العلماء يسمعهم ويسألهم. وكان جميع الذين يسمعونه منذهلين بذكائه وأجوبته. ولما رآه أبواه بهتا، وقالت له أمه: يا بني، لماذا فعلت بنا هكذا؟ فها أنا وأبوك كنا نطلبك متوجعين. فقال لهما: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألا تعلمان أنه ينبغي أن أكون فيما هو لأبي؟ أما هما فلم يفهما الكلام الذي كلمهم به. ثم نزل معهما وعاد إلى الناصرة وكان خاضعاً لهما.
وكانت أمه تحفظ كل هذه الأمور في قلبها، وكان يسوع ينمو في الحكمة والقامة والنعمة أمام الله والناس. برخمور أبون ريش ريشوني. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. السلام مسيرة رجاء. Votre Excellence, le nonce apostolique, إخواني السادة المطارنة والآباء والراهبات، صاحب المعالي وزير الشؤون الاجتماعية، رئيس العالمي لجمعية مرمصو دي بول والرئيس الجمعية في لبنان، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، فيما نحيي في هذا الأحد تذكار وجود الرب في الهيكل وعيد العائلة المقدسة، نحتفل أيضاً باليوم العالمي 53 للسلام. وقد وجه للمناسبة قداسة البابا فرانسيس كالعادة رسالة بعنوان السلام مسيرة رجاء، حوار ومصالحة وتوبة بيئية. ننقل مضمون هذه الرسالة بإيجاز لكي نجعل من السلام، وهو عطية من الله، التزاما في بنائه كل يوم على أساس من الرجاء والحوار والمصالحة واحترام البيئة الطبيعية. اللجنة الأسقفية عدالة وسلام برئاسة سيادة أخينا المطران شكر الله نبيل الحج رئيس أساقفة سور التي تنظم هذا الاحتفال، شاءت أن تدعو إليه الإخوة والأخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنهم بالحقيقة جماعة سلام وحاملوا جراحات المسيح لفداء العالم، فنحييهم ونحيي أهلهم والمؤسسات الاجتماعية التي تعتني بهم، وبخاصة المؤسسات المشاركة والقيمين عليها والمحسنين والمحسنات، ونحيي معالي وزير الشؤون الاجتماعية الحاضر معنا، ونغتنمها فرصة لنحث الدولة على تعزيز هذه المؤسسات بدفع مستحقاتها في حينها ورفع سقفها، فهي تؤدي خدمة اجتماعية إنسانية وتربوية وتأهيلية لا تستطيع الدولة القيام بها، بل تقوم هذه المؤسسات مقامها في هذا الواجب. ونرحب بجمعية مار منصور دي بول وجامعة بني ضو رئيساً وعمدة وأعضاء، ونعرب لجميع الحاضرين عن تهانينا وتمنياتنا القلبية بمطلع العام الجديد 2020 الذي نرجوه من جودة الله في كل المنطقة المشرقية المهددة بأخطار الحروب، عام خير وسلام واستقرار سياسي واقتصادي ومعيشي. أما في لبنان فبات السلام هو تشكيل الحكومة، حكومة متحررة من كل تدخل الأحزاب فيها وأصحاب النفوذ السياسي، فهؤلاء إذا واصلوا نهج المحاصصة والإقصاء
والتفرد إنما يفشلون الحكومة في مهدها ويعادون الشعب اللبناني بعد ثمينين يوماً من انتفاضته، وكأن هذا الشعب لم يفعل شيئاً. فتيقظوا أيها المسؤولون السياسيون وتجردوا من مصالحكم الخاصة وحساباتكم الرخيصة، ولا تعتدوا لا بمالكم ولا بعتادكم ولا بمكانتكم، بل كونوا صانعي سلام، فيكفيكم هدماً للدولة ومؤسساتها وزجاً لها في المزيد من حالات الإفلاس، وإفقاراً للشعب وانتهاكاً لكرامته. وفي كل حال يبقى رجاؤنا الوحيد وطيداً بالله القادر على مس الضمائر وتحرير القلوب، فإليه نصلي من أجل هذه الغاية. يتناول قداسة البابا فرانسيس موضوع السلام في أربعة وجوه: السلام مسيرة رجاء بوجه العقبات والمحن، السلام مسيرة إصغاء مبنية على الذاكرة والتضامن والأخوة، السلام مسيرة مصالحة في الشركة الأخوية، السلام مسيرة توبة بيئية. وينهي قداسته بالتأكيد على أن السلام ثمرة الرجاء. كثير من العقبات والمحن تعترض السلام، أهمها الحروب والنزاعات المتزايدة التي تضرب على الأخص الأكثر فقراً وضعفاً، سلاسل الاستغلال والفساد التي تغذي البغض والعنف، حرمان العديد من الرجال والنساء والأطفال والمسنين من كرامتهم وسلامتهم البدنية وحريتهم بما فيها حرية دينية، ومن الأمل بالمستقبل، وأخيراً لا آخراً الإذلال والإقصاء والظلم. يبنى السلام من خلال مسيرة إصغاء مرتكزة على الذاكرة والتضامن والأخوة، فالإصغاء المتبادل ينمي معرفة الآخر وتقديره، وينظر إليه كأخ ولو كان عدواً، وبذلك يكون السلام مشروعاً يبنى كل يوم. العالم لا يحتاج إلى كلام فارغ، بل إلى شهود راسخين في قناعاتهم، وإلى صانعي سلام منفتحين على الحوار من دون إقصاءات وتلاعبات. لا يمكن الوصول إلى سلام حقيقي إلا عندما يقوم حوار مقتنع بين رجال ونساء يبحثون عن الحقيقة. والذاكرة التي تشمل الحروب والمدمرة للحجر والبشر ضرورية، ليس فقط لكي نتجنب الأخطاء السابقة ونعود إليها من جديد، بل أيضاً لكي لا يعاد طرح المخططات الوهمية الماضية، وكذلك لكي تساعد الذاكرة بفضل الخبراء والخبرة على رسم الطريق لخيارات سلمية حالية ومستقبلية. الذاكرة هي أفق الرجاء. التضامن الذي ينبع من ذكريات الحروب والنزاعات تستطيع إلهام خيارات شجاعة بل بطولية، كما يستطيع تحريك طاقات جديدة وإشعال آمال جديدة لدى الأفراد والجماعات. أما الأخوة فترتكز على أصلنا المشترك من الله، وتمارس بالحوار والثقة المتبادلة. إن الرغبة في السلام
مكتوبة في قلب الإنسان، ويجب ألا نقبل بأقل من ذلك. السلام مسيرة المصالحة في الشركة الأخوية. كلمات الأنبياء في الكتب المقدسة تعود بالضمائر والشعوب إلى عهد الله مع البشرية، وهو أن نتخلى عن الرغبة في التسلط على الآخرين، ونتعلم أن ننظر إلى بعضنا البعض كأشخاص وكأبناء لله وكإخوة، نستنير في هذا المسعى بالحوار بين بطرس ويسوع. فسأله بطرس: يا رب، إذا أخطأ إلي أخي كم مرة أغفر له؟ سبع مرات؟ أجابه يسوع: الحق أقول لك، ليس فقط سبع مرات، بل 70 مرة 7 مرات. مسيرة المصالحة تدعونا لنجد في عمق قلوبنا القوة على المغفرة والقدرة على الاعتراف بأننا إخوة وأخوات، وهذا ما يجعلنا رجال ونساء سلام على كل من الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. السلام مسيرة توبة مع البيئة، يدعون إليها عداؤنا وعدم احترامنا لبيتنا المشترك، والاستغلال التعسفي للموارد الطبيعية التي تعتبر مجرد أدوات لتحقيق الربح اليومي، دون ما احترام للمجتمعات المحلية وللخير العام والطبيعة. مسيرة المصالحة مع الطبيعة تجعلنا نتأمل العالم الذي أعطي لنا هبة من الله لنصنع منه بيتنا المشترك. كل الخلق أعطي لنا لنحرسه ونحرسه، لذا مطلوب منا أن نوجه نظرة جديدة إلى الحياة، معتبرين سخاء الخالق الذي وهبنا الأرض ودعانا لنتقاسمها بفرح. ويختم قداسة البابا فرانسيس رسالته بأن السلام ثمرة رجائنا، فبدونه لا يمكن الحصول عليها. هذا الرجاء يعني الإيمان بإمكانية السلام، وبأن الآخر يحتاج مثلنا إلى سلام. من هذا الواقع نفهم محبة الله لكل واحد منا، وهو حب محرر من دون حدود ولا يمل. الخوف غالبا ما يكون مصدر النزاعات، ومع ذلك لا يغيب عن بالنا أننا أبناء محتاجون أمام الله الذي يحبنا وينتظرنا مثل والد الابن الضال. إن ثقافة اللقاء كإخوة وأخوات تقطع الرباط مع ثقافة التهديد، وتسير بنا إلى تجاوز حدود آفاقنا الضيقة، لكي نتجه دائما إلى عيش الأخوة الشاملة كأبناء لأب سماوي واحد. يعضدنا في هذا المسعى سر التوبة الذي يجدد الأشخاص والجماعات، ويدعونا لنرفع نظرنا إلى المسيح الذي صالحنا بدم صليبه مع الله والخلق كله. وينهي قداسة البابا فرانسيس رسالته هذه بهذا الدعاء: يا إله السلام، باركنا وهلم لمعينتنا. يا مريم، أم أمير السلام وأم جميع شعوب الأرض، رافقينا واعددينا في مسيرة المصالحة خطوة خطوة،
فليتمكن كل إنسان يأتي إلى العالم من اختبار عطية السلام، ويحقق تماماً وعد الحب الإلهي الذي يحمله. 8 كانون الأول 2019 فرانسيس. نذكر قداسة البابا اليوم بصلاتنا لكي يحقق الله أمنياته في خدمة السلام في العالم بأسره. ولد المسيح. نؤمن بإله واحد. جلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس بالمحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد بالأنبياء والرسل. كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسمية، نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، نترجى قيامة الموتى والحياة الأهلية. إيطلوت مربح دلوه والوطلوه دم حادي طليوت، ونبسوغ الطيبوتوخ إعول البيتوخ هيكلوت خوتشو. صلوا على إمة المران، ألوه قبل قربانك نترحم عليك بصوت. يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين، حباً لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم، ومار يوسف البتول، ومار مارون، ومار يوحنا مارون،
اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، إخوتنا وأخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات التي تعتني بهم وكل المحسنين، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس. ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين. برخمور أبون ريش ريشوني. وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا. برخمور أبون ريش ريشوني. فنرفع إليك المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله.
لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هود قدوم حاشودي لمعبد حايم نساب اللحم بدو قديش بارخ قادش وقسو ويا بالتلميذ كدمار ساب أخول من كل خون هونو دانيتاو فغرو احلف يكون واحلف ساقية ما تقصي وما تهاب حسو يتحوبي والحاية ده العلم علمين. وخانوا صود أمزغو من حمرو من مايو بارخو قادش ويا بالتلميذ كدمار سابشتاو من كل خون دحلو فيكون وحلو ساقية ما تشت وما تهاب حسو يتحوبي والحاية ده العلم علمين.
بهذا أوصاهم وحدهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مشيئك الخلاصية ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعددنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا الكربان الموضوع هنا لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس باترياركنا الإنطاكي والأساقف المعاونين والسفير البابوي، واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكروا من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم ستراً وملجأً لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب. واذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب.
واذكر يا رب البتولة القديسة ولدة الله مريم ومع جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومرمرون ومر شربل والقديسة رفقة والقديس نانطلة والقديس مر منصور ديبول والطباوي فريدريك أذنان مؤسس هذه الجمعية والقديسين كافة. ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. اذكر يا رب الأباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم. أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من جئت تشفي ضعفنا وجراحاتنا واحتياجاتنا، بارك يا رب المؤسسات والعائلات وكل من التزم خدمة القريب، وخاصة من هو بأكثر حاجة إلى محبتك، نسألك يا رب. اجعل يا رب ذكراً صالحاً لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. معرفة وبغير معرفة سامحنا. اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. شهياً قرباً، يا ذبيحاً غافراً قرب ذاته لأبي، يا حملاً صار لنفسي حبراً مقرباً، لتكن يا رب طلبتنا لمراحمك بخوراً، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأن لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد. بارخ مور أبون ريش ريشوني. ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي، لمن يتناوله واقبل البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، يكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطايانا وللحياة.
خذوا جسمنا ويبقى بيننا تحت شكل الطعام يغذي نفسنا بأقداس الأجسام. كيف يمكنني مدح أبي وربي بلسان ثقيل وفؤاد علي؟ ربي هب لساني منطقا ذا بيان، اشعل نار الحب في لجتي consommation. Thank you.
نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا برخمور أبونا ريش ريشوني. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك، كن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع إليك معهم المجد والشكر وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. تفضلوا إذا بتريدوا هلأ لجنة عدالة وسلام رح تكلم بعض المؤسسات اللي بتعنى بذوي الحاجات الخاصة. إن اللجنة الأسقفية عدالة وسلام المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان أباكل تتقدم بالشكر من صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومن كل من ساهم في إحياء اليوم العالمي للسلام. شكراً لكورال مار يوسف الحكمة بقيادة إبراهيم زاهر وللمرنمة السوبرانو جورجيت فرح. والشكر الكبير لكل وسائل الإعلام التي تنقل هذا الحدث الوطني عبر البث المباشر وعلى رأسها LBCI وتيلي ليبان وام تي في ونور سات واو تي في وشاريتي تي في ونيو تي في وراديو صوت المحبة. يمتاز الكثير منهم بصفات جميلة ومواهب تجعلهم يتفوقون في خدمة المجتمع، مثال توماس إديسون الذي فقد سمعه وهو طفل لكنه قدم للبشرية الاختراعات الكثيرة وأهمها المصباح الكهربائي الذي أنار بيوتنا. أما هم فقد نوروا قلوبنا ومجتمعنا. إنهم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين جئنا نكرمهم مع مؤسساتهم وعائلاتهم. إنهم شهود السلام لأن وجودهم معنا نور لا ينطفئ، فمن خلالهم ندرك أمير السلام ونلمس وجه المسيح الذي يتكشف لنا كما تذكر كيارا لوبيك. نبدأ بمؤسسة الأب روبرتس للأحداث الصم. أتى إلى لبنان ككاهن مرشد للجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، وكان رائداً في دعم رسالة خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. باع الأب روبرتس كل ما يملكه في بلاده ليؤسس في لبنان مدرسة للصم، ثم سلم الأمانة إلى رعاية الراهبات الباسيليات الشويريات. واليوم إن الأخت باتريس مسلم رئيسة ومديرة مؤسسة الأب روبرتس تسعى مع أخواتها الراهبات وفريق عمل ملتزم ومتخصص إلى تأمين استمرارية هذه الرسالة الإنسانية متحدية الصعوبات الكثيرة، ومؤكدة أن أطفال مؤسسة الأب روبرتس كنز لا يفنى. المدرسة اللبنانية للضرير والأصم بعبدة، إنها أول مدرسة وطنية تعنى بتعليم وتأهيل المكفوفين والصم، تأسست على يد الراحلة السيدة زلفة كميل شمعون، وتستقبل طلابها
من كافة المناطق اللبنانية دون تمييز، تتميز ببرنامجها المهني من تدريب وتأهيل ما يخول طلابها تمكين قدراتهم في المجتمع، ومن أحدث برامجها تعليم الطالب الكفيف الأصم، ورئيسة مجلس الإدارة السيدة لورش إير دومت ومديرة المدرسة السيدة ماري روز البرجي جميل تكملان مسيرة عطاء بدأت منذ 62 عاماً. كل سنة بهالليلة بيمحى البغض وبتندفن الحرب، بتزهر الأرض وبينبت الحب. بهالليلة بتسقط أقنعة الألوان والانقسامات والاختلافات، وبيضوي عيون الإنسانية والأخوة والمحبة. ليلة برنامج تيليتون مش بس قصة جمع تبرعات لذوي الاحتياجات الخاصة، قصة سيدة ذات إرادة صلبة، قصة جمع دقات قلوب متحدة بالمحبة. بينطروها صغار قد الكبار وأكثر، بيسهروا معها وبيكسروا الإجة ليساعدوا الموجوع والمجروح والمتروك، وما بيقبلوا يناموا حتى يسمعوا ويتأكدوا إنه مصريات الإجة صارت بين إيدين أمينة، إيدين الإعلامية السيدة داليا داغر. شاب بزهرة عمره 19 سنة، شرب اليوسف، كان حلمه يخدم لبنان ويقولوا له يعطيك العافية وطن. وبعد دورات تدريب بالجيش اللبناني كان بقيله أسبوع واحد ناطر إنه يتشكل بالبحرية، ولكن حادث سير مريع حول الحلم لكابوس وغيبوبة كوما طويلة ولخسارة إيده بالكامل، وبدأت جلجلة دموع وألم. قدرت هالمؤسسة الرائعة عائلة شربل، بيو جورج وأمه كلود وأخته سيرينا، وأكيد بمساعدة الأهل والأصحاب وجماعة الصلاة، قدروا يحولوا الجلجلة لمغارة قداسة وسلام. وصار شربل بدل ما يغرق باليأس صار مسمر عيونه بعيون سميه مر شربل، وصار بالإيد اللي بقيت له يغمر كل ليلة صورة العذراء سيدة إليج. معهد الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة طرابلس، منذ افتتاحه في الثمانينات برز دوره في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وسرعان ما تطور معهد الرحمة بفضل فريق العمل الذي يضم 120 موظفاً من اختصاصيين يقدمون الخدمات العلاجية والتربوية والدعم الاجتماعي لمئات الطلاب من مختلف الأعمار والجنسيات، علماً أن أغلب هذه الخدمات تقدم لهم بتغطية مجانية سواء من وزارة الشؤون الاجتماعية أو المنظمات الدولية. مركز مصان لذوي الاحتياجات الخاصة صور، يؤمن المركز بأن الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة هم بحاجة إلى رعاية تهدف إلى النهوض بمشاركتهم الكاملة في مجتمع اليوم، من خلال تزويدهم بالعلاج المجاني والتعليم وتنمية المهارات التي تعزز استقلالهم. تجدر الإشارة إلى أن دروع التكريم التي تقدم في هذا اليوم العالمي للسلام هي من تصميم وتنفيذ مركز مصان، وبالتالي تحمل بصمات الأمل والرجاء بغد أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة.
جمعية شعاع الأمل زحلة، كرس الزوجان أمل الصياح وجان شبلي حياتهما لزرع شعاع أمل في قلوب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعاً أسسا جمعية شعاع الأمل التي تضم مدرستها مركزاً طبياً ونفسياً وتربوياً والمشاغل الحرفية والمطبخية والزراعية، وهي تستقبل بفضل فريق عمل ملتزم من مربين واختصاصيين ومعالجين الأعمار المتراوحة بين 4 سنوات و30 سنة. تحرص الجمعية على انخراط طلابها في المجتمع، حرصها على تفوقهم في النشاطات الثقافية والرياضية، فقد شاركوا ونجحوا في ماراثون بيروت. مؤسسة الخدمة الاجتماعية لسلامة الطفولة في لبنان سيزوبيل تحضن أكثر من 1400 طفل وشاب وتلبي حاجاتهم الطبية والتربوية والتأهيلية والاجتماعية، كما تعنى بحاجات عائلاتهم. منذ أن تأسست في منتصف السبعينات استقبلت الطلاب من مختلف المناطق والانتماءات، وحرصت سيزوبيل دوماً على التنسيق مع مختلف مكونات المجتمع من أجل الاعتراف بقيمة الطفل وحقوقه وكرامته. وتعتمد رسالة المؤسسة على المقاربة الشاملة، إذ هدفها أن يعيش كل من أطفالها حياة مجبولة بالفرح والأمل. جمعية التدريب على السمع والنطق إيراب عين عار المتن، قصتن قصة حلوة كتير، بتخبر عن بيت كله حنان ومحبة وبيعيش فيه أشخاص صم وأشخاص عندهم صعوبات مختلفة. هدف المؤسسة أو المدرسة بإيراب الأول والأخير الدمج الاجتماعي والدعم المادي من خلال مشاغل مختلفة، وخاصة لإنتاج المأكولات المعروفة إيراب. قصة عائلة كبيرة مليانة إيمان وفرح لأنها متكلة على العناية الإلهية وعلى إدارة ست البيت، وإنتوا حزرتوا العذراء مريم من أول ما بلشت من 60 سنة. شكراً إيراب. شكراً ربطة البطرة. تقفل مسارح الجنون، تمحى معالم الدمار، تبسم الشفاه والعيون، في اليباس يزهو الاخضرار. لبنان بالإيمان يشيد السلام، لبنان بالإيمان يشيد السلام.
السراح تحصد سنابل العطاء يشرق في قلبنا الصباح يزهر في أرضنا الرجاء لبنان بالإيمان يشيد السلام تقفل مسارح الجنون تمحى